بالحديث إذن أكثر مشاهدينا الكرام عن معاناة مسلمي اليغور في ظل الانتهاكات التي تمارسها السلطات الصينية ضدهم. معنا عبر الهاتف من إسطنبول مدير وكالة أنباء تركستان الشرقية الدكتور عبد الوارث عبد الخالق. مرحبا بكم دكتور عبد الوارث. إذن الجالية التركستانية نظمت وقفة احتجاجية أمام القنصلية الصينية في إسطنبول، ما الأهداف من هذه الوقفة؟ حياكم الله، مساء النور الجميع. حقيقة نحن لسنا وحيد الذي وقفنا اليوم أمام السفارة الصينية في إسطنبول، وإنما وقف كثير من البلدان الأوروبية أيضا تركستانيين أمام السفارة الصينية إحياء الذكرى مذبحة أورومتشي التي قامت الصين في عام 2009. ليست هي مذبحة أولى أو الأخير أو الأولى التي قامت الصين في تركستان الشرقية، وإنما هي إحدى المذابح التي تم في داخل تركستان الشرقية. نحن حقيقة كل سنة نقف أمام السفارة الصينية أننا لن ننسى ولن ننسى هذه المجزرة أمام العالم، أمام العالم العربي والإسلامي، أمام شعوب العالم، أمام الإنسانية، حتى يعرف حقيقة الصين أن هناك الصين تقوم الإبادة الجماعية منذ احتلالها إلى الآن دون توقف. فنحن إحياء لذكرى مذبحة أورومتشي وكذلك تنديدا لما تقوم الصين حاليا في داخل تركستان الشرقية، وكذلك أيضا بالتذكير للعالم العربي والإسلامي وللعالم أجمع، وقفنا أمام السفارة الصينية اليوم وكذلك كثير من البلدان الدول الأوروبية الأخوة التركستانيين وقفوا أمام السفارة الصينية تنديدا بذلك. نعم، هل هذه الذكرى إذن 14 للمذبحة التي ارتكبتها الصين ضد الإيغور المسلمين، ولكن ليست الأخيرة، هل استطاعت برأيكم السلطات في الصين إنهاء قضية تركستان الشرقية عبر هذه المذابح؟ حقيقة الصين تريد أن تنهي هذه القضية، قضية تركستان الشرقية، ولكن لا تستطيع ولن تستطيع أن تنهي الموضوع. الصين تتوقع أنها تريد أن تنهي، تحاول أن تنهي القضية بقتل التركستانيين وبحبسهم وهدم مساجدهم ومنع صلاتهم وثقافتهم وعقيدتهم وإلى آخره، ولكن الشعب التركستاني الأعزل، الشعب التركستاني القوي الأبي، تحاول أن تحافظ على دينها مهما كان، تحافظ على ثقافتها مهما كان، تحافظ على عقيدتها مهما كان. الصين تحلم ولا تستطيع ولن تستطيع أن تنهي قضية تركستان الشرقية من قلوب المسلمين في العالم العربي والإسلامي وفي داخل تركستان الشرقية نهائيا، ولكن الصين تحاول ذلك. ولكن منذ عام 2016 السلطات الصينية تمارس شتى الاعتقالات الممنهجة خصوصا ضد النخب، علماء الدين، العلماء من شتى الاتجاهات، المفكرين وحتى الفنانين والأساتذة والكتاب من المسلمين وغيرهم. كيف تواجهون هذه الاعتقالات التعسفية التي تمارسها السلطات الصينية؟ حقيقة كما ذكرتم أستاذ الكريم أن منذ 2016 هناك أكثر من 8 ملايين مسلم ما زالوا يعيشون في المعسكرات النازية. هدف الأساسي منها أن غسل الأدمغة التركستانيين، ويعني يبعد عن الدين، ويعني يحاول أن يخرجهم عن دينهم وعقيدتهم وإلى آخره. وكذلك أيضا هناك مئات الآلاف الأطفال، هناك معسكرات خاصة للأطفال لأجل تصينهم ولأجل تربيتهم إلى الطريقة الصينية. هناك آلاف المساجد تم هدمها، هناك آلاف الأثرية معمارية تم هدمها وبناء بدلها المعمار الصينية. كما قلت هناك محاولات عديدة كثيرة شاسعة، سياسة قوية جدا في داخل تركستان الشرقية. رغم ذلك الشعب التركستاني يحاول أن يعيش، يحاول أن يحافظ، يحاول 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 يحاول، ولكن نحن حقيقة نبذل كل ما في وسعنا، والشعب التركستاني يبذل كل ما في وسعهم
حتى يحافظ على دينهم وعقيدتهم وثقافتهم الإسلامية والقومية. من الوسائل الأخرى أيضا التي حاولت السلطات الصينية إطلاقها مشروع قبل أطلقت مشروعا قبل سنوات، يفترض أنه يعمل يعني على تكيف الدين الإسلامي مع ما تسمى الاشتراكية الصينية. ما الهدف من هذا المشروع وكيف كان أثره على مسلمي اليوغور؟ حقيقة الصين أخي منذ أن احتلت التركستان الشرقية منذ 1949 حاولت أن تصين الدين الإسلامي على حسب مزاج الصينية، حسب تتفق مع المبدأ الاشتراكي الشيوعي. يعني الصين تضع هناك الشروط السياسة الخاصة ليمارس دينهم المسلمين في تركستان الشرقية أو في داخل الصين المسلمين الصينيين، ألا وهي يعني يحاول أن يبعدهم عن الدين بشكل كامل، ولكن يترك في بعض المناطق شكليا حتى هناك يجمل صورتها في العالم أمام العالم العربي والإسلامي. يترك بعض المساجد الأثرية للأماكن لأجل الزيارة، ويحاول أن يستدعي الوفود والإعلاميين والوفود من الجامعة الدول العربية وغيرهم حتى يوري أن المسلمين يعيشون بأمن وسلام. ولكن كما قلت أن الصين تحاول أن تصين الدين الإسلامي إلى سياستهم الخبيثة، ولكن إن شاء الله ما تستطيع هذا. ولكن كما قلت أنه هناك تأثير سلبي أمام الشعب التركستاني من هذا التصين، يعني خاصة تصين الأطفال يعني خلال 10 سنوات 15-20 سنة. يعني الأطفال يعني يتم تربيتهم على الطريقة الصينية، فهم الذين يحاربون الإسلام ليسوا الصينيين، لأنهم ربوا على الطريقة الصينية وتصينهم وتم تصينهم على السياسة الصينية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك من اسطنبول، مدير وكالة أنباء تركستان الشرقية دكتور عبد الوارث عبد الخالق.